السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله مع بعض النهاردة هنشرح درس روائع حضارتنا في الحكم والإدارة. بداية عايزين نعرف ما المقصود بالحضارة. تعريف الحضارة يا شباب، الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان في زمان ومكان ما، سواء كان ماديا أو فكريا، وهذا يعبر عن التقدم والرقي في جميع المجالات، سواء كانت الروحية والأخلاقية والنظم السياسية والعلمية والثقافية والفنية. الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات التي عرفتها البشرية. يجيب لك سؤال كده يقول لك بمتفسر الحضارة البشرية من أعظم الحضارات التي عرفتها البشرية. الإجابة هتقولي لأنها جاءت في وقت انتشر فيه الجهل والظلم والقهر والاستعباد، لذلك أقبل عليها الناس واستفادوا منها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. ما يجيب لك سؤال يقول لك أذكر أسس الحضارة الإسلامية. عندي 1 ارتباطها بالدين الإسلامي، 2 اهتمامها بالعلم، 3 استنادها على قواعد أخلاقية، انفتاحها على الثقافات الأخرى، ومحافظتها على اللغة العربية. ناخد أول حاجة ارتباطها بالدين الإسلامي. الحضارة الإسلامية تميزت عن الحضارات الأخرى أنها مرتبطة بالدين الإسلامي وبمبادئه السامحة الروحية والأخلاقية. 2 اهتمامها بالعلم، حيث اهتم الإسلام منذ بداية العلم منذ بدايته بالعلم، حيث جاء الإسلام داعيا إلى البحث والدراسة والتأمل والنظر في الكون وما خلقه الله عز وجل، فكانت إبداعات المسلمين وإسهاماتهم الحضارية في كافة المجالات. الدليل على كلامنا في غزوة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض الأسرى من المشركين أن يعلم كل واحد منهم 10 من أبناء المسلمين الكتاب. 3 استنادها على قواعد أخلاقية. قامت الحضارة الإسلامية على قواعد أخلاقية زي إيه؟ زي العدل والمساواة بين الناس على اختلاف أديانهم وأجناسهم وألوانهم، وعلى الحرية وعلى التسامح والتعايش مع الآخرين، وهذه القواعد كانت تحكم حياة المسلمين. في 4 في انفتاح على الثقافات الأخرى. خلي بالك ان الحضارة الإسلامية لم تكن منغلقة على نفسها، بل اتصلت بالحضارات المختلفة زي الفارسية واليونانية والرومانية والهندية. ما يجيب لك في صح وغلط يقول لك كانت الحضارة الإسلامية حضارة منغلقة على نفسها، صح ولا غلط؟ طبعا هتكون غلط. 5 محافظتها على اللغة العربية. تمسك العرب بلغتهم العربية وحافظوا عليها ونشروها في كل البلاد التي فتحوها وأقبل الناس عليها. ما اجيب لك كده سؤال يقول لك بما تفسر تمسك العرب باللغة العربية. الإجابة هتقول إيه؟ لأنها لغة القرآن الكريم. 2 كانت أداة لتحصيل العلم، تمام، لذلك بدأ إن العرب يترجموا كتب الحضارات القديمة فأصبحت اللغة الرسمية للحضارة الإسلامية، وحرص المسلمون على تعلم اللغات الأخرى للاستفادة من علوم الآخرين وإنجازاتهم. عايزين نعرف بقى مظاهر الحضارة الإسلامية. هنبدأ بأول شيء بالحياة السياسية. وضع الإسلام نظاما شاملا للحكم والإدارة في الدولة الإسلامية، يبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويحدد حقوق وواجبات كل منهم وفقا لقواعد الدين الإسلامي. نبدأ بالخلافة. جيب لك سؤال كده أقول لك ما المقصود بالخلافة؟ هتقول لي الخلافة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب متى نشأت الخلافة؟ نشأت الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عندما توفي لم يعين أحدا وترك الأمر شورى بين المسلمين. طب ليه الرسول ترك الأمر شورى أو لم يعين أحد؟ هنقول لك لأن الرسول ترك الأمر شورى لكي يختار المسلمين من يتولى أمورهم من بعده. فاختاروا أبو بكر الصديق خليفة لهم بنظام الشورى، وبرضو اختاروا عمر بن الخطاب، واختاروا عثمان، واختاروا علي بن أبي طالب بمبدأ الشورى. يبقى الخلفاء الراشدين تم تعيينهم بمبدأ الشورى، وصاروا جميعا الخلفاء الراشدين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وتميز عهدهم بالزهد في المأكل والملبس والمشرب. لكن في عصر الأمويين والعباسيين تغير نظام الحكم من الزهد في المأكل والملبس والمشرب إلى مظاهر العظمة والطرف، تمام، في الحياة. نيجي على الوزارة. لم يوجد نظام الوزارة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تعرف الوزارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لفظا، تمام، ولكن عرفت فقط من حيث المعنى، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه، وكان يخص أبو بكر بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه،
ولما تولي عمر بن الخطاب الخلافة استعان بعثمان وعلي في إدارة بعض الأمور. واستمر كذلك الوضع في عهد الدولة الأموية، حيث اتخذوا مستشارين ومعاونين للخلفاء، وعرفت الوزارة معنا ولفظا في عهد الدولة العباسية. خلي بالك ان الوزارة عرفت معنا ولفظا في عصر الدولة العباسية، تمام؟ ماشي. ده بالنسبة للوزارة والخلافة. نيجي بعد كده على الإمارة. الإمارة عرفت منذ عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل بعض العمال والولاة إلى المدن والقبائل التي دخلها الإسلام ليعلمهم أمور دينهم ويصلي بالناس. يبقى أهمية منصب الأمير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أمور دينهم وليصلي بالناس. استمر الوضع كذلك في عهد أبو بكر الصديق حتى اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، فأقام بتقسيمها إلى ولايات، ولكل والي ولكل ولاية واليا ينوب عنه في إدارة هذه الإمارة. وفي عهد الأمويين والعباسيين استمرت هذه الوظيفة. نبدأ بقى بالدواوين. الدواوين يعني إيه دواوين؟ ما المقصود بالدواوين؟ الدواوين هي كلمة فارسية تعني السجل أو الدفتر، وأصبحت تطلق على المكان بعد كده. الدواوين ظهرت في عمر بن الخطاب. نجيب لك سؤال كده، أقول لك بما تفسر ظهور الدواوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. الإجابة تقول لي إيه؟ بسبب اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الأمور المتعلقة بها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، تمام؟ فبالتالي ظهر أصبحت الحاجة للدواوين. نيجي نشوف بقى الدواوين التي ظهرت في عصر الخلفاء الراشدين. عندي ديوان الجند وديوان الخراج. ديوان الجند كان يختص بتسجيل أسماء الجنود وما يخص منهم من عطاء. طيب، رقم 2، ديوان الخراج كان يختص بجمع ضرائب كل ما تنتجه الأرض الزراعية والإنفاق منها على موارد الدولة الإسلامية. يبقى ديوان الجند ده يا شباب كانوا بيكتبوا فيه أسماء الجنود واللي بيخصص لهم من عطاء. أما ديوان الخراج كان مختص بجمع الضرائب المفروضة على الأرض الزراعية. في عهد الأمويين ظهر عندي دواوين زي ديوان الرسائل، وكان يختص بمراسلات الخليفة إلى الولاة. وعندي الديوان الثاني اسمه ديوان الصدقات، كان يختص بجمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين. أما في عهد العباسيين كان عندي ديوان اسمه الجهبزة، وكان يختص بأمور أهل الذمة. أما ديوان الأحداث كان يختص بجرائم الأطفال. عندي الحسبة. الحسبة، تعريف الحسبة يعني إيه؟ ما أقولك ما المقصود بالحسبة، هتقول لي إيه؟ هي إرشاد الناس وتوجيههم إلى السلوك القويم في المعاملات التجارية. في عصر الخلفاء الراشدين كان عمر بن الخطاب يخرج إلى الأسواق ويراقب المكاييل والموازين ويحس الناس على الالتزام بالأداب العامة. ثم استمر هذا الوضع أيام الأمويين من حيث مراقبة الأسواق والطرقات، وأصبحت وظيفة رسمية أيام العباسيين يعين صاحبها ويطلق عليه المحتسب. يبقى عندي الحسبة أصبحت وظيفة رسمية في عهد مين يا شباب؟ تقول لي في عهد العباسيين. طيب، نيجي بعد كده على الشرطة. تعرف الشرطة؟ تقول لي إيه؟ هم جنود يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن في الدولة الإسلامية. يبقى ده تعريف الشرطة. طيب، تم تنظيم الشرطة في عهد الخليفة مين؟ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، كما لقب رئيسها بصاحب الشرطة. اتطورت في عصر الأمويين والعباسيين، وأصبح من حق صاحب الشرطة النظر في الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء. نيجي بعد كده على القضاء. منصب القضاء هو منصب يقوم صاحبه بالحكم بين الناس بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأ القضاء مبكرا في الدولة الإسلامية، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول قاضي في الإسلام. يقول لك لمن تنسب الأعمال كان أول قاضي في الإسلام، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يفرق الإسلام بين غني وبين فقير وبين حاكم ومحكوم، وبذلك أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم قواعد العدل والمساواة. لكن بعد اتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، تم تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات، وعين لكل ولاية قاضي بيفصل بين الناس في الخصومات. واستمر منصب القضاء في عهد الأمويين والعباسيين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله، لا يتدخل الخلفاء في أحكامه. نيجي بعد كده على الجيش. اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعداد جيش قوي، خاصة بعد نزول آيات الجهاد للدفاع عن الدين الإسلامي زي ما احنا خدنا في الغزوات قبل كده، وتبليغه لكل الناس. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للجيش، يشرف عليه وينظمه ويخطط له بمساعدة أصحاب.
بعد اتساع الدولة الإسلامية قام الخليفة عمر بن الخطاب بتنظيم الجيش وأنشأ ديوان الجند. عندي سؤال كده بمتفسر، إنشاء ديوان الجند في عهد الخليفة عمر، الإجابة هتقول لي لتسجيل أسماء المتطوعين الراغبين في الجهاد وتحديد رواتبهم. طيب، كان النظام الالتحاق بالجيش اختياريا واختياري حبا في الشهادة، حيث كان يلتحق به الرجال والنساء. أما في عصر الأمويين والعباسيين أصبح التجنيد إجباري. يبقى أنا عندي نظام التجنيد في عهد الخلفاء الراشدين كان نظام التجنيد إيه؟ اختياري حبا في الشهادة. أما في عصر الأمويين والعباسيين كان نظام الجيش إيه؟ إجباري. استخدم الجيش أسلحة متعددة مثل السيوف، الدروع، الرماح، الأقواس، المنجنيق. نيجي على الأسطول. طبعا عرفنا إن الأسطول أنشئ أول أسطول إسلامي في عهد الخليفة عثمان ابن عفان. بجيب لك كده سؤال يقول لك بمتفسر إنشاء الخليفة عثمان بن عفان للأسطول الإسلامي، الإجابة هتقول لي إيه؟ لتأمين حدود الدولة الإسلامية في مصر وبلاد الشام ضد غارات الدولة البيزنطية. طيب، وطبعا عرفنا في النص الأولاني في الفصل الدراسي الأول إن الأسطول الإسلامي أنشئ بالتعاون بين والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح ووالي الشام معاوية بن أبي سفيان. ويجيب لك كده سؤال يقول لك ما النتائج المترتبة على بناء الأسطول؟ تقول لي إيه؟ 1- صد هجمات الدولة البيزنطية والانتصار عليها في معركة ذات الصواري وفتح جزر البحر المتوسط مثل قبرص وجزيرة رودس. كده إن شاء الله نكون خلصنا الدرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.